تاني محاضرة عندنا النهاردة هتكون الـ Vomiting of Pregnancy. في الأول خالص الـ Vomiting احنا قلنا إن هو بيكون عبارة عن أحد الـ Symptoms of الـ Pregnancy، بيكون عادي جدا إن هو يحصل كحاجة فيسيولوجيكال طالما إن هو في normal range، إن هي مجرد تصحى، مجرد حاسة بـ Morning Sickness، شوية غربان نفس، ممكن Vomiting مرة أو مرتين بكتير جدا في اليوم، لكن غير كده هي بتعرف تعمل كل الأنشطة اللي هي عايزاها في اليوم، بتعرف تاكل وتشرب بدون أي مشكلة خالص. ففي معظم السيدات بيكون مايل تو مودريت نوزيا والفوميتنج، ده كومون عادي جدا لحد الاسبوع 16، بعد كده خلاص الحاجات دي بتختفي تمام. الا ان في بعض السيدات برضه بيبقى فيه حاجات اكستريمز، يعني بيبقى فيه سيفير ار ريسبونسيف فوميتنج، ما بيستجيبش لا التغييرات في الدايت، يعني مثلا بتحاول تخفف الاكل، تخفف الكميه، تاكل اكل اخف شويه، برضه تلاقي الفوميتنج شغاله ما بيقفش، ولا حتى بيستجيب الادويه زي الانتي اميتكس. فده طبعا دي مشكله كبيره جدا، هنعرف ان هي هيكون مسماها هايبراميسيس جرافيتارم. لو هنقسم الفومتنج للكلاسيفيكيشن هنقسمه على حسب السيفيريتي لحاجتين، السمبل فومتنج او المايلد او المايلدر تايب اللي هو المورنينج سيكنس، او اسمه الثاني الاميسيس جرافيتارم اللي هو النوع الفسيولوجيكال العادي جدا البسيط جدا اللي هو بيختفي بدايه من الاسبوع 16، بعد كده خلاص بيختفي ما بيبقاش موجود نهائيا. النوع الثاني اللي هو السيفير تايب او الهايبراميسيس جرافيتارم اللي هو يعتبر توكسيك او برينيشس فومتنج اوف بريجنسي، ده بقى مشكله باثولوجيكال كبيره جدا وهيكون لها كومبليكيشنز على المدى الطويل وهنعرفها النهارده باذن الله. في الاول نقسمه على حسب الايتيولوجي، احنا عندنا فومتنج ان ايرلي بريجنسي في بدايه الحمل، وعندنا ليت بريجنسي في اواخر فتره الحمل. طبعا اللي هيحصل في البريجنسي سواء ايرلي او ليت هيكون في حالتين ريليتد للبريجنسي، يعني سببه هو وجود بريجنسي. تاني حاجة في الايرلي بريجنسي عندنا ان هو هيتقسم لحاجتين، السمبل فوميتنج اللي احنا قلنا عليه مورنينج سيكنس العادي جدا اللي هو المايل تو مودر ما فيهوش اي مشكلة، والهايبراميسيس جرافيتارم اللي هو فيه المشكلة. اما الناحية التانية في الليت حاجة من الاثنين، يا اما هيكون السمبل فوميتنج ان هو يظهر تاني بعد ما اختفى بداية من الاسبوع رقم 16 من الحمل، او ان هو اصلا ما اختفاش من الاول فضل مكمل على مدار الحمل كله تمام. ده طبعا مش هيكون حاجة كويسة، بس في نفس الوقت تاثيره السلبي مش كبير، يعني مجرد حاجه بسيطه لانه مايل تو مودر زي ما قلنا قبل كده. او ان يكون اكيوت فورمينيتنج بري كلامسيا، دليل على وجود بري كلامسيا على زياده البلاد بريشر، ان ده هايبرتنسيف ديس اوردر في البريجنت وومن، ابتدى ياثر على البرين، ابتدى ياثر على الليفر، بياثر على الكيدنس، فمن ضمن المشاكل ان هو هيعمل فوميتنج برضه. نيجي بقى على حسب الاسباب، ايه الحاجات الميديكال الامراض اللي موجوده اللي ممكن تعمل يعني فوميتنج ان اكساس، يعني ممكن يورين تراكت انفكشن، ده هيؤدي الى بايلونيفرايتس اللي هو يعتبر مشاكل في الكيدنس هينتج عنها فوميتنج، هيباتايتس، كيتو اسيدوز او الدايبيتس، وهنعرف ان كمان شويه ان مع تكسير البروتين والفات ستورج تحديدا الفات ستورج، يعني ده اللي هيطلع منه كيتون بايز، كيتون بايز دي هتعمل كيتو اسيدوز في الدم وده هيكون ستيميليشن للفوميتنج. اليورينيا، حاجات بقى بالنسبه للحاجات اللي هي السيرجيكال، الابندسايتس ان في زايده موجوده، بيبتيك السر، دي كلها حاجات بقى جي اي تي ريليتد، يعني هو اساسا الفوميتنج هنا مصدره هو الجهاز الهضمي. الانتستينال اوبستراكشن، الكولسيستايتس او الانفلاميشن اوف الجول بلادر، الجينيكولوجيكال حاجات زي التويستد اوفريان تيومر، مع وجود التيومر والبريشر بتاعه ان يبقى تويستد ده هيزود البريشر جدا جوه الابدومن، بالتالي برضه هيساعد ان يحصل فوميتنج. والريجنريشن اوف الفايبرويد، هو الفايبرويد لوحده في العادي لو حجمه معقول مش هيعمل حاجه، مش هيعمل مشاكل زي الفومتنج، لكن لما يحصل له باسكتورايزيشن ويحصل له ان يبقى في جواه بليدنج انترنالي، ده وقتها هيكبر جدا، هيعمل بريشر وهيعمل ستيموشن للفومتنج سنتر وبرضه هيعمل معانا فومتنج. نبدا بالسيمبل فومتنج اوف بريجنسي، ده يعتبر نورمال سيمتوم اوف بريجنسي، حاجه عاديه جدا ما فيهاش اي مشكله خالص. المريضه بتشتكي ان عندها نوزيا واوكيجنال سيكنس من وقت للتاني، بيبقى اغلب الاوقات بيكون الصبح بدري اول ما تصحى من النوم، لكن برضه ممكن يحصل اوقات ثانيه في اليوم، يعني ممكن يبقى بالليل، ممكن يبقى فتره الظهيره عادي مفيش مشكله. ما بيعملوش اي تاثير سلبي على الهيلث، او ان هو مثلا يخليها مش قادره تعمل الانشطه اليوميه بتاعتها، النورمال اكتيفيتيز بتاعتها، بتعرف تروح شغلها، بتعرف تقعد، بتعرف تاكل، بتعمل كل الحاجات اللي بتعملها في يومها عادي جدا بدون اي تاثير سلبي على الموضوع خالص. وبتختفي لوحدها من غير تريتمنت، او ممكن بشويه انتي اميتكس بسيطين ما فيهمش مشكله، يعني عند الاسبوع 12 ل 14 او الاسبوع 16 زي ما قلنا في اول الدرس خالص. ايه الحاجات اللي هتسبب في السيمبل فوميتنج اوف بريجنسي ده؟ ان زياده مستوى الاتش سي جي في السيروم والاستروجين، وغير برضو الجهاز المناعي برضو والتغيرات اللي بتحصل له، كل ده بيكون مسؤول عن الاعراض اللي هي خاصه بالفوميتنج. ده غير برضو العامل اللي هو النيوروجينيك فاكتور اللي هو يعتبر له علاقه بالنيرفز بالاعصاب، برضو بيفرق جدا ان هو لما يحصل ستيميليشن ان اكساس هيساعدنا ان هو ايه هيعمل السيمبل فوميتنج اوفر بريجنسي.
طب ازاي بقى ان يعني ايه نعالج الحاله دي ازاي؟ دي حاجه فسيولوجيكال عاديه جدا، هنعمل اشورنس، هنطمن الحاله ان اللي بيحصل ده عادي جدا طبيعي، وان الفوميتنج ده مجرد حاجه بسيطه بتحصل طبيعيا جدا اثناء الحمل، ما فيش اي قلق، ما فيش اي خوف منها تماما. هنعمل شويه تعديلات بسيطه عشان نقلل معدل السمبل فوميتنج ده، يعني هي مثلا طالما هي بتحس بالغثيان او بتحس بالنوزيا اول ما تقوم من السرير، فهي يستحسن قبل ما تقوم من على السرير تاكل حاجه خفيفه قبل ما تقوم، يعني مثلا تاكل زي حاجه زي باكو بسكوت مثلا، ده هيساعد جدا في ان يقلل النوزيا والفوميتنج. تاكل حاجات ناشفه عشان ما يحصلش يعني بلوتنج ده الاستومك، ان هي تبقى مليانه سوائل، فلازم بالاكل اللي هو سوائله قليله زي مثلا الدراي توست او البسكتس، البسكوت والتوست الناشف. تبعد تماما بقى عن الحاجات بقى اللي هي الفاتي، الحاجات بقى المحمر والمشمر والحاجات اللي هي مسبكه، طبعا الحاجات دي مرفوضه تماما يعني. والسبايسي فودز، الحاجات اللي هي فيها بهارات او حراقه قوي، لان الحاجات دي هتعمل اريتيشن للميكوزا لايننج في الاستومك، وبالتالي هيعمل لها فوميتنج زياده. تاخد برضو حاجه اسمها الجينجر اكستراكت اللي هو مستخلص الجنزبيل، يعني ده بيعتبر يعني حاجه ريميدي او علاج يعني مستقل من الطبيعه، مستخلص من الجنزبيل، بيساعد برضه ان هو بيهدي الاحساس بالغثيان شويه برضه. ولو الحاجات اللي فاتت دي كلها يعني ما نفعتش، ممكن نلجا لانتياماتيك دراجز، حاجات تمنع الفوميتنج زي البايرودوكسين والدوكسيلامين. بعد كده عندنا بقى المشكله بقى الباثولوجيكال اللي هي الهاي بارامترز جرافيتورم، هنا بقى الفوميتنج وصل لمراحل عاليه جدا، ده سيفير تايب اوف فوميتنج، عنده ديتريتوريوس افكت على الهيلث، له تاثير قوي ومدمر على الصحه بتاعه الام، وكمان بيخليها يعني محدده جدا في الانشطه بتاعتها في اليوم، بيخليها مش قادره تعمل واجباتها او شغلها على مدار اليوم، لان هي طول اليوم خلاص بقت حرفيا بترجع ما وراهاش حاجه غير كده، لا هي عارفه تاكل ولا عارفه تشرب ولا عارفه تشتغل ولا عارفه حتى تقعد ترتاح شويه، فيومها كله باظ بسبب الترجيع الكتير جدا ده. الافرز افكتس بتاع السيفير فوميتنج، طبعا هتخسر فلوس كتير جدا، فبالتالي هيحصل لها جفاف دي هايدريشن، هيحصل لها حاجه من الاثنين، يا ميتابوليك اسيدوسس يا ميتابوليك الكالوسس، ده نتيجه ايه؟ الاسيدوسس بسبب ان هي في حاله ستارفيشن، هي عماله ترجع على طول، فبالتالي خلاص اتعقدت تماما من الاكل، ده غير طبعا ان جسمها هيربط اي اكل اي هتاكله، فبالتالي خلاص حصل ديبليشن للجلايكوجين والجلوكوز ستورج خلاص، فالجسم هيلجا الى تكسير الفات ستورج، هيصنع لنا بقى كيتون بودز من الموضوع ده، الكيتون بودز هتعمل لنا كيتو اسيدوسس في الدم، وبالتالي هيحصل ميتابوليك اسيدوسس. اما الالكالوسس بقى نتيجه ايه؟ احنا عارفين ان الاستومك فيه حاجه اسمها الاتش سي ال الهيدروكلوريك اسيد، ده اللي مدي الاسيديتي بي اتش للاستومك وبيساعد في هضم الاكل. هي ممكن توصل لمرحله في الفوميتنج ان هي مش بس بترجع الاكل، لا هي حتى لو على معده فاضيه هترجع محتويات المعده اللي هي عباره عن اتش سي ال بس، فبالتالي هي هتخسر اتش سي ال اللي هو كان بيدي البي اتش برضه ويخليه اسيدك، فهيحصل ميتابوليك الكالوسس. طبعا ما خسرت كل الفلويدز وكل الحاجات دي والنيوترينس، هيحصل لها الكترولايت امبالانس، هتخسر بقى الصوديوم والبوتاسيوم، يعمل لها هايبوكالينيا، واللي هو ممكن يؤدي الى مشاكل في البلاد كواجوليشن اللي بعد كده، وغير طبعا الويت لوس نتيجه اللوس اوف فلويدز ونتيجه ان هي ما بتاكلش حاجه خالص. ايه الريسك فاكتورز اللي بتزود نسبه الاصابه بحاجه زي كده؟ قال لك الايتيولوجي ان نون، مش معروف قوي يعني، بس هنحاول يعني نحط شويه حاجات كده ثوابت ان في ريسك فاكتورز، زي ان هي اصلا كان عندها تجارب سابقه بالهايبرامز جليفيدار، يعني كانت عندها بريفيوس براجنس، كانت حامل قبل كده كذا مره، وكان كل مره بتحمل فيها كان بيجي لها الهايبرامز جليفيدار، فبالتالي ممكن يجي لها لما تحمل تاني. مالتيبل جستيشنز، يعني هي حامل في اكتر من طفل، في توينز او تريبلتس. تروفوبلاستيك ديزيز، نتيجه ان اصلا التروفوبلاست اللي عندنا السنسيتي والسايتو السنسيتي هو المسؤول عن تصنيع ال HCG، فممكن يزوده جدا لو في ديزيز او حاجه او في تيومر او اي مشكله، فبالتالي ده هيكون حاجه هتزود الفوميتنج ريت وبيدخلنا في الهايبرامسس جرافيدورم. والنيوليفرايتي، ان هي تكون دي اول مره، النيوليفرايتي يعني هي تعتبر ما وردتش قبل كده، فدي تجربه جديده بالنسبه لها برده، فده ممكن يكون ريسك فاكتور يزود نسبه الاصابه بالهايبرامسس. في شويه نظريات كده عن ايه الكوز بالتحديد، في عندنا كوز هرمونال زي ما قلنا ان في اكسس في الاتش سي جي، وعشان كده قلنا ان التروفوبلاستيك ديزيز احد الحاجات الريسك فاكتورز اللي ده هيزود الاتش سي جي، او ان الهاير بايولوجيكال اكتيفيتي في الاتش سي جي، يعني كميه الاتش سي جي طبيعيه لكن الشغل بتاعه هو الزياده عن الطبيعي. ده طبعا تم اثباته عن طريق ايه؟ عن طريق ان هم اتعمل يعني زي كده كيرف لمستوى اتش سي جي في الجسم، ولقوا كمان ان مع زياده مستوى الاتش سي جي في الجسم ان معدل الفوميتنج الفريكونسي اوف فوميتنج بيزيد مع زياده الاتش سي جي، فعشان كده حصل ربط بين الاثنين. وده كان باين جدا في الحاجات اللي هي تعتبر باثولوجيكال اللي ممكن تزود الاتش سي جي جدا في الجسم، زي كده الهيدراتي فورم مول.
او مثلا في حالات تانية طبيعية زي المالتيبل بريجنسي اللي برضه هينتج عنه ان في اتش سي جي عالي جدا في الجسم، فبالتالي الفريكونسي اوف فوميتنج برضه زادت جدا. هاي سيرف ليفل اوف استروجين برضه هيزود نسبة الفريكونسي اوف فوميتنج. البروجسترون اكسس لان احنا كنا شفناه في من درسين فاتوا ان هو بيعمل مع ريلاكسن هرمون ريلاكسيشن للجاستروسفجيال سفنكتر او اسمه الكاردياك سفنكتر اللي كان فاصل بين الاسفجس وبين الاستومك، وكان بيمنع الجاستريك اسيد ان هو يطلع من الاستومك للاسفجس فيعمل اريتيشن ويعمل هارت بيرن والكلام ده كله. فلما يحصل البروجسترون يزيد هيعمل ريلاكسيشن للكاردياك سفنكتر ده، فبالتالي يحصل جاستروسفجيال ريفلكس ارتجاع للمريء من الجاستريك فلويدز ده، وده برضه هيساعد على الاريتيشن وهيزود الفريكونسي اوف فوميتنج. في هرمونز ثانيه ممكن تاثر برضه زي الثايرويدزم زي البرولاكتين واللابتين والادرينال كورتيكال هرمونز. برضه لو في اي مشكله نفسيه مشكله سايكوجينيك ده برضه هياثر جدا هيزود النوزيا والفوميتنج الاثنين. لو في اي دايتاتيك ديفيشنسي او ديفيشنسي ريليتد للدايت بسبب ان هي عندها لو كربوهيدرات لسبب زي ما قلنا كده الجسم هيضطر ان هو يكسر الفات ستورج ويعمل الكيتون بادز ويعمل الكيتوسيس والكيتوستوز في الدم، فبالتالي ده يزود الفوميتنج اكتر واكتر. وطبعا فكره ان هي ما بتاكلش خالص ده هيعمل لها مشاكل تانية زي ان هيعمل لها ديفيشنسي اوف فيتامين بي 6 وفيتامين بي 1 والبروتينز. وعشان كده كده ان ده افكت مش كوز، يعني هي بسبب ان هي في دايتاتيك ديفيشنسي هيبقى عندها نقص الامور دي كلها مش العكس. لو في برضو الرجيك او ايمونولوجيكال بيسس حساسيه من اكله معينه، حساسيه من اي دواء او اي حاجه معينه ممكن تتعرض لها برضو هيساعد ان هو يحصل فوميتنج. وديكريز ديجاستريك موتيلتي زي اللي شفناها برضو في الريلاكسين والبروجسترون هرمون ان هيعملوا ريلاكسيشن وديكريز موتيلتي في الاستومك وفي السمول انتستين واللارج انتستين، ده برضو هيزود الفريكوانسي اوف الفوميتنج. طب بيحصل المشكله ازاي؟ دي حاجه اسمها الفيشس سايكل اوف فوميتنج. تمام. اللي بيحصل ان الفوميتنج بيتريجر مور فوميتنج. دلوقتي عندنا في كوز للفوميتنج ايا كان الكوز ده ايه، خلاص خلى الحاله رجعت، الحاله فضلت ترجع دخلها في ستارفيشن، خلاص بقت جعانه جدا ومش قادره تاكل في نفس الوقت، جسمها مش لاقي اي نوع من انواع الانرجي ستورز خالص، مبقاش في جلايكوجين ولا بقى في جلوكوز، فالجسم هيلجا الى الفات جنريشن، هيبتدي يكسر الفات ستورج. تمام. وده هيزود الترايجلسرايدز جدا في الليفر بالتحديد في السنترال لوبيولر سيلز، هيعمل لهم فاتي انفلتريشن فهيبتدي برضو يعمل مشاكل في الليفر معاه. ده هيعمل ايه؟ تكسير الفات ده هيطلع عندنا كميه كبيره جدا من الكيتون بوديز اهو بهذا الشكل. الكيتون بوديز هتروح للبلاد هتعمل كيتو اسيدوز او هتعمل ميتابوليك اسيدوزز في الدم، والاسيدوز ذات نفسه ده هيعمل تريجرنج اكتر للفوميتنج وتفضل في السايكل ده مكمله من غير ما توقف نهائيا. ده غير طبعا ان مع التكسير هيحصل في الليفر سيلز ده هيعمل ده هيدخلها في توكسيك ستيت، هيدخلها في توكسيميا، ممكن طبعا يعني يحط حياتها طبعا في الخطر وحياه الفيتس اللي هو موجود في اليوترس بتاعها ده كمان خطر. بالنسبه للباثولوجي احنا ما نقدرش نلاقي اناتوميكال فايندنج سبيسيفيك لحاجه زي كده لاسيل هايبرامز جرافيدارا، لكن بيبقى فيه شويه متغيرات كده زي مثلا ان في الليفر سيلز هنلاقي فيه فاتي انفلتريشن نتيجه التكسير الفات ستورج اللي حصل ده، فهيحصل تجمع للترايجلسترايدز موجوده في السنترال لوبيولر سيلز بدون ما يحصل نيكروسيس، الديمبرس اللي مش هيتاثر تماما. في الكيدنيز برضه هيحصل فاتي انفلتريشن فهيبقى في عندنا فاتي تشينجز في السيلز في الفيرس كونفيوتد تيبيول، وده ممكن يبقى له علاقه برضه بالاستوز اللي حصل عندنا. في الهارت هيبقى حجمه صغير على الطبيعي شويه، في سمول هارت، وممكن يبقى في سب اندوكارديال هيموريدج، هيموريدج تحت الاندوكارديال لير. وعندنا في البرين هيبقى في سمول هيموريدجز جزاء كده فيها نزيف كده جوه البرين. في الهايبوثالاميك ريجن يدي مانيفستيشنز حاجه اسمها فيرنكس انكيفالوباثي، وهو ده شكل الفيرنكس انكيفالوباثي ده سويتها بالام ار اي عندنا هنا. طبعا البرين كله شكل طبيعي ما عدا ايه الاجزاء اللي هي البيضه دي. تمام. دي تعتبر ابنورمال فايندنجز، ده دليل على وجود ان في هيموريدج موجود في البرين. ده هيكون له اعراض معينه حتى كده بيسموها سندروم، ان هو الحاله عندها تايبلوبيا، عندها نستاجموس، عندها كونفيوجن، عندها كوما، عندها ديسورينتيشن. كل دي امور بتيجي مع الفيرنكس انكيفالوباثي نتيجه الهيموريدج اللي حصل في البرين. وكمان وجود الفيرنكس انكيفالوباثي ممكن يبقى عندنا فيتامين بي 1 ديفيشنسي اللي هو اسمه الثاني الثيامين. بالنسبه للتغيرات اللي هتحصل على مستوى بقى الميتابوليكس والبايوكيميكال والحاجات دي كلها والسيركيليشن،
طبعا هيحصل ديبليشن تام للجلايكوجين ستورج والجلوكوز والكلام ده كله. فعشان بقى الجسم بقى يلبي احتياجاته من الانرجي هيبتدي بقى يكسر الفات ريزيرف، بسبب ان هو طبعا في نقص كربوهيدرات، هيبتدي بقى يحصل اوكسيديشن للفات، يبتدي تتجمع الكيتون بوديز، يحصل كيتو اسيدوسيس ميتابوليك اسيدوسيس، فبالتالي يحصل فوميتنج تاني، وده كان بيساعدنا على فيشوس سايكل. ده غير طبعا التاثير اللي هيحصل من تكسير الفات على الليفر سيلز وعلى الكيدنيز زي ما قلنا برده من شويه. وكمان برضو ان في برضو زياده في الاندوجينوس بروتين ميتابوليزم، ده هيؤدي الى زياده الاكسكريشن اوف ال 9 بروتين نيتروجين في اليورين، حاجه برضو ممكن نعملها ديتكشن في اليورين، هتزيد جدا على الطبيعي. طبعا الووتر والالكترولايتس الاثنين هنخسرهم بشكل كبير جدا في الفوميتنج السفير ده. وده طبعا هيبان جدا عندنا في نقص مستويات البلازما صوديوم والبوتاسيوم والكلورايدز، وهنا هنستخدم الكلورايدز تحديدا باننا نقيس مستواه في اليورين. احنا بيننا طبعا خسرناه كله في الفوميتنج، فممكن والمستوى الطبيعي بتاعه هو 5 جرام بر لتر، هنيجي نقيس حاليا اقل من كده بكتير اذا ما كانش ابسنت ان هو وصل بقى صفر. الهيباتيك ديسفانكشن او عدم شغل الهيباتيك سيلز نتيجه الفاتي انفلتريشن اللي حصل للسنترال لوبيلر سيلز مع الكيتوزس اللي بيحصل في الدم ده، ده هيعلي مستوى البراديوريا واليوريك اسيد، وهيطور طبعا هيترتب عليه طبعا ان في هايبوجلايسيميا، في هايبوبروتينيميا بسبب ان الحاجات دي كلها تم استهلاكها تماما، هايبوفيتامينوزس وريرلي هايبر بايلروبينيميا او زياده مستوى البايلروبين في الدم. عندنا في السيركوليشن بقى هيبقى فيه هيموكونسنتريشن. يعني ايه هيموكونسنتريشن؟ يعني كده بقى يعتبر عدد السيلز الار بي سيز مقارنه بالبلاد فوليوم بقوا اكتر بكتير. طبعا هو واقعيا الار بي سيز ما زادوش، لكن البلاد فوليوم هو اللي تم استهلاكه في الفوميتنج في اللوس اوف ووتر وفي الالكترولايتس، كل ده قلل البلاد فوليوم، فبالتالي بقى نسبه الار بي سيز للبلاد فوليوم بقت اعلى بكتير. طبعا رايز ان هيموجلوبين برسنتج الار بي سي كاونت والهيماتوكريت فاليوز، في زياده شويه في الوايت سيل كاونت مع زياده في اليوزينوفيلز، وفي كمان ريدكشن في الاكسترا سيلولار فلويد، لان الجسم بيحاول ايه يعني طبعا الجسم عمال يخسر الفلويدز كلها من كل حته مش من البلاد بس، كمان من الاكسترا سيلولار فلويد، فعشان كده هيحصل تيرجر للسكين او ان الجلد الريسيستنس بتاعته هيبتدي تقل بسبب ان خلاص بيحصل جفاف في الجسم كله. ايه الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل؟ طبعا ديبرشن، الحاله يجي لها اكتئاب نتيجه طبعا ان هي طول اليوم عماله بترجع، مش عارفه تقعد حتى تهدى شويه، مش عارفه تعمل اي حاجه من الحاجات اللي عايزه تعملها في اليوم، لا عارفه تشتغل ولا عارفه تنزل من البيت. ده غير طبعا الاهم من كل ان هي مش عارفه تاكل ولا تشرب خالص، طبعا هيدخلها في ديبرشن سيفير. الاستراتيجيه الرابشر او حاجه اسمها فوريف سيندروم، نتيجه ان في بوزيتيف بريشر عالي جدا جوه الاسوفجس مع وجود نيجاتيف بريشر انترافراسك بسبب الترجيع المستمر طول اليوم، ده هيزود البريشر جدا جوه الاسوفجس وهيعمل رابشر، هيفرقع حرفيا. وهو ده شكله البوريف سيندروم. هيبقى فيه عندنا هنيجي نعمل تشست اكس ري هنلاقي فيه تجمع هواء بالشكل ده، تمام، ده بسبب ان حصل رابشر للاسوفجس بسبب البريشر اللي زاد جدا جوه الاسوفجس وما كانش ايكوالايزد في منطقه الثوركس، فبالتالي الاسوفجس فرقع وحصل عندنا الشكل ده. هيحصل عندنا كمان هايبوبرفرامبينيميا بسبب نقص فيتامين كي، فبالتالي البلاد كلوتنج هيبقى في مشكله، هيبقى في سيوله في الدم عاليه شويه. عندنا حاجه اسمها هايبر اليمنتيشن كومبليكيشنز، ده هينتج بسبب ان احنا بنعمل في لو افترضنا يعني ان الحاله وصلت ان هي لا ما فيش عارفه تاكل خالص نهائي، قدامنا حاجه من الاثنين عشان نوصل النيوترينتس للحاله دي، يا اما حاجه اسمها انتر النيوتريشن ان احنا هنديها اكل عن طريق فيدنج تيوب انبوبه كده هتخش من البق لحد الاستومك ونوصل بيها بقى الاكل يكون طبعا بشكل فلويدز اساسا عشان برده ما ننتقلش على الاستومك زياده، او عن طريق بارنترال نيوتريشن ان احنا هندي لها الاكل او النيوترينتس بشكل انترافينوس، تمام، بشكل محلول. طبعا الهايبر اليمنتيشن كومبليكيشن ده نتيجه ان احنا استخدمنا حاجه مثلا زي البارنترال نيوتريشن ان احنا الكانيولا على طول موجوده في الفين متركبه ما بتشتغلش خالص وعلى طول علينا نعلق محاليل، ده ممكن يعمل لنا مشاكل زي ان هو يعمل ثرومبوسس، يعمل بلاد كلوتس، يعمل انفكشن، فدي كلها تتصنف على انها هايبر اليمنتيشن كومبليكيشنز. في حاجه اسمها مالوري ريس تيرز، ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن تيرز بتحصل في مكان الاسوفجس، حتى عندنا صوره اهي ليها اللي هو ده في الايدر وول بتاعها، ان في تيرز صغيره موجوده في الميكوز اللاير ومكانها بالتحديد عند الجنكشن ما بين الاسوفجس وبين الاستومك، يعني تقريبا عند مكان الكاردياك سفنكتر بالتقريب كده. ده هينتج عنها بليدنج زي ما احنا شايفين، ممكن ينتج عنها تجمع للهواء في منطقه النيوموثوركس،
ممكن ينتج عندنا برضو كومبليكيشنز تانية مش بس النيوموفوركس، زي النيوموديستاينم يبقى فيه هواء في منطقة الميديستاينم، نيوموريكارديوم برضو هواء في منطقة البريكارديوم. ممكن يحصل عندنا رينال فيليير نتيجة الفاتي انفلتريشن حصل للكيدنس، هيتطلب بقى دياليسيس غسيل كلى، وفيرنكس انكيفالوباثي زي ما قلناها اللي هي هيبقى فيها ثيامين ديفيشنسي او فيتامين بي 1 ديفيشنسي. التشخيص اتعمل حاجه زي كده اللي احنا اخذناها في الشرع والسموم السنه اللي فاتت، اللي هو كان عندنا حاجه اسمها الجلاسكو كوم سكيل، ده حاجه شبيهه ليها شويه بنفس النظام، بنسال اسئله ونحاول نجمع بوينتس مع بعض ويطلع لنا سكور في الاخر، حاجه اسمها بريجننسي يونيك كوانتيفيكيشن اوف ايميسيس اند نوزيا. ده شكله عامل ازاي والرساله عباره عن ايه؟ عندنا ثلاث اسئله. اول سؤال خالص بنساله الحاله في اليوم بتحسي قد ايه انك عندك غثيان او ان بطنك مقلوبه لمده قد ايه، كام ساعه في اليوم؟ لو قالت مثلا اكتر من 6 ساعات حاسه ان بطنها مقلوبه يبقى كده 5 بوينتس، من 4 ل 6 4 بوينتس، 2 ل 3 3 بوينتس، وهكذا لحد مثلا النوت اول ان هي مش حاسه خالص باي غثيان نهائي فيبقى كده بوينت واحده بس. السؤال الثاني في اليوم الواحد بترجع تقريبا كام مره؟ لو قالت مثلا 7 مرات او اكتر من 7 يبقى كده 5 بوينتس، خمس من 5 6 مرات في اليوم يبقى 4 بوينتس، لحد في الاخر برضو نون ان هي ما ترجعش ولا مره في اليوم تبقى بوينت واحده. والسؤال الثالث والاخير بنسالها في اليوم بتاعها، هل بيجي لها كم مره الراتشنج او الدراي هيفنج، ان هو الترجيع من غير ما تنزل حاجه، اللي هو كانها كده بتشرق بالظبط. ده برضو بنسالها عدد المرات في اليوم، هتقول لنا 7 مرات او اكتر برضو 5 بوينتس وهكذا لحد نون 1 بوينت، ونجمع ونشوف السكور عامل ازاي، ونشوف هل هي فعلا بتعاني من هايبرامس جرافيدورم ولا ده مثلا نورمال فيسيولوجيكال فوميتنج، ولا هي اساسا ما عندهاش اي حاجه خالص. ده برضو جدول كده بيقارن برضو المراحل المختلفه على حسب الهيستوري، يعني اول حاجه خالص ست بتشتكي ان في اونست اوف نوزيا وفوميتنج في الايرلي بريجننسي، هنيجي مثلا نشوف نعملها فيزيكال اكزاميشن هنلاقي عندها حاجه بسيطه زي اورثوستاتيك هايبوتنشن. في اليورين هنلاقي الجرافيتي بتاعت اليورين زايده شويه وان في شويه كيتون بوديز في اليورين. وبالالتراسونوجرافي بس بنحاول نستبعد وجود اي مشكله ممكن تؤدي الى هايبرامسيس، زي مثلا ديات الاتش سي جي بسبب ان في مونر بريجننسي او مالتيبل جستيشنز. طب بتشتكي ان الدنيا زادت شويه، ان احنا مثلا فضل الفوميتنج يزيد معدله لحد ما وصلنا للبيك بتاعه بتاع الفيسيولوجيكال فوميتنج اللي هو عند الاسبوع الثامن للتاسع لحد ما يختفي خالص عند الاسبوع 16، هتكون بقى بتعاني من ايه في الفتره دي؟ بتعاني ان وزنها بيقل سنه ويت لوس. في اللاب تيست بانها يعني بترجع شويه، يعني مش كتير قوي بس بترجع برضو، ان فيها عندنا ابدومين الكترولايتس قال عن الطبيعي، هايبوناترينيا وهايبركالينيا وهايبوكلوريميك ميتابوليك الكالوزيس، والحاجات دي برضو في الرينج بتاعها ان هي مش كارثيه قوي، يعني هم ناقصين عن الطبيعي لكن النقص لسه ما وصلش لكميه كبيره خالص. وهنعمل التراسونوجرافي على الليفر نشوف لو في بيلاري ديزيز او حاجه، يبقى ده برضو ديفرنشال كوز ده ايه الفوميتنج اللي بيحصل في الفتره بين الاسبوع الثامن للتاسع لحد ما تختفي الاسبوع 16. يزيد اكتر واكتر، ان احنا نلاحظ ان الويت لوس بتاعها بقى اكتر من 5% من وزنها اللي هو بدات بيه قبل الحمل البري بريجنسي ويت، او خسر اكتر من 3 كيلو في الفتره دي، ده وقتها احنا كده داخلين في منطقه خطر، ان احنا ممكن تكون دي عندها هايبراميسيس وبالتالي عندها دي هايدريشن. هنيجي نبص على الميكوس ميمبرينز هنلاقيها دراي، دليل فعلا ان هي عندها دي هايدريشن، ونيجي على اللاب تيست هنلاقي في سيرم كيتونز دليل ان هي خلاص عبرت ديبليشن تماما لكل الجلايكوجين ستورج وبتكسر عندها في الفات ستورج. السيفير بريزستنت فوميتنج، فوميتنج شديد جدا ما بيقفش. هنيجي نبص هنلاقي بور سكين تيرجل اللي هو بهذا الشكل، ان احنا بنيجي نعمل بينشنج للسكين المفروض السكين فيه الاسيستري ان هي فلويد فيبتدي يرجع تاني شكله بسرعه، لا هيعلق بالشكل ده ان هو موجود عندنا التانية مكان ما قرصنا الجلد في المنطقه دي ما زالت موجوده، فهو ده البور سكين تيرجل. وايه تاني عندنا؟ هنيجي برده نبص في اللاب تيست على الليفر فانكشن تيست هنلاقيها ابنورمال بسبب اللي حصل الفاتي انفلتريشن الليفر سيلز، برده هنلاقي الليفيتد اميليز ولايبيز وديكريز ثايرويد ستيميتنج هرمون. ايه العلاج؟ في عندنا كونزرفاتيف ميجرز، ان احنا بنحاول نعمل ايه؟ بنحاول نكونترول الفوميتنج، نوقف الفوميتنج اللي بيحصل ده خالص، بعد كده بنصلح بقى المشاكل اللي نتجت عن الفوميتنج، يعني مثلا نرجع تاني مستوى الفلويد في الجسم طبيعي، مستوى الالكترولايتس برضو الصوديوم والبوتاسيوم وغيره، نصلح الميتابوليك اسيد ديستربسز لو عندنا ميتابوليك اسيدوز او الكالوز نبتدي نصلح ده او ده على حسب عندنا ايه بالظبط، وكمان برضو نحمي البيشنت من السيفير كومبليكيشن اوف الفوميتنج. لو الحاله عندنا مايلد اللي هو مايلد المودريت اللي هو الطبيعي، يعني زي ما قلنا مجرد دايتري مانجمنت، نبتدي نقول لها بتاكل الاكل اللي هو النواشف زي البسكتس او زي الدراي توست، نديها الجينسر اكستراكت زي ما قلنا فيتامين بي 6، وممكن معاه واحده من الثلاثه دول اللي هم الدوكسلامين
الداي فينهيدرامين والدايمن هيدرانيت، ده عباره عن كلهم انتي ايميتكس، برضو استخدامهم مش مشكله في حاله طبعا لو ايه العلاج اللي هو كان قبل كده الدايتري وغيره الحاجات دي ما نفعتش. زاد شويه بقى مودريت، هنبتدي نستخدم بقى انتي ايميتكس، اي واحده من الليست دي كلها برضو ممكن تنفع، بيتاخدوا اورال وريكتال وبارنترال. طب زاد بقى ودخلنا في الهايبراميسيس اللي هو السيفير، هنعمل انترافينوس هايدريشن عشان نبتدي نحاول نعلق حاجه زي محلول صلاين علشان نعوض النقص ده، ويبقى معاه كمان برضه الثيامين او الفيتامين بي 1 اللي هو ده علشان نجارد اجينست الفيرنج انكفالوباثي اللي هي تحصل. وهندي اي حاجه من دول اللي هم الميثوكتوبراميد والبروميثازين والاوندانسترون اللي هم الحاجات دي دول انتي ايميتكس. واخر واحد ده يعتبر سيلكتيف سيروتونين ريسبتور انتاجونست، عشان السيروتونين برضه ده بيعمل ستيموليشن للكيمو ريسبتور تريجر زون وبيزود الفوميتنج، فالحاجات دي برضو تعتبر انتي ايميتكس وانتي سايكوتكس، هتساعد على تقليل الفوميتنج. طب لو افترضنا ان كل ده ما ينفعش بقى خلاص، وان الحاله حاجه اسمها انتراكتبل او ان هي اكستريملي هارد تو كنترول، صعب جدا نتحكم فيها، ما زالت نكمل الفوميتنج معاها، لازم نلاقي طريقه ان احنا نوصل لها نيوترينس باي شكل. فهنعمل بقى الموضوعين اللي احنا قلنا عليهم في الاول اللي هم الانترال او البارنترال نيوتريشن، وهم دول صورتهم اللي على الشمال ده الانترال اللي هو عن طريق اللي هو الفيدنج تيوب الانبوبه اللي هي الانبوبه مكمله بهذا الشكل وداخله البق ومكمله لحد الاستومك، او البارنترال اللي هو المحلول المتعلق اللي فيه النيوترينس وهيخش انترافينوس لحد الفين. تمام، ده برضو علشان لازم احنا نوصل نيوترينس باي شكل للبيشنت. ممكن برضو في بعض الحالات يستلزم تورميشن اوف بريجنسي، طبعا في الحاله دي لو الفوميتنج بقى سيفير جدا وبقى خطر على الحاله، بيبقى الانديكيشن بتاعته في حالتها عامله ازاي، ان هي السيمتومز بتاعت الحاله انتراكتبل فوميتنج ما بيستجبش نهائيا لاي تريتمنت خالص، واضطرينا احنا نعمل الانترال والبارنترال نيوتريشن، فطبعا مش هنعيش كده العمر كله يعني. او ان في بروجريسيف ويت لوس، ان احنا مهما عملنا الوزن بتاعها عمال يقل ودخل في دينسر زون، لازم طبعا ايه نوقف البريجنسي باي شكل. عندها ساينز برضو عامل ازاي، ان البالس بتاعها على طول مهما كان السبب اعلى من 100 بيتس بير مينيت، يعني سواء بقى بذلت مجهود او ما بذلتش مجهود البالس بتاعها ما بيقلش عن كده خالص، وده طبعا بره النورمال رينج تماما يعني. اند اللي عندها هاي بوتنشن، ضغط دمها منخفض وكمان على طول برضو ضغطها منخفض، ومش بس كده بيقل كمان مع الوقت. ان تمبرشر بدرجه حراره الجسم عندها فوق 38 سلسيوس على طول، وان في ساينز اوف دي هايدريشن زي الاوليجوريا، ان اليورين اكسكريشن قليل جدا يعني، او انوريا ان مفيش اصلا يورينيشن بيحصل نهائيا. وبرده بتحليلات اللاب برده هنطلع عندنا ان في ليفر امبيرمنت، ان الليفر بتاعتك عندنا برده الفانكشن بتاعته قليل جدا، بقى في جوندس، بقى في وايل سولت ظهرت عندنا وبيجمنتس موجوده عندنا في اليورين. رينال امبيرمنت هيعمل انوريا زي ما قلنا، ان مفيش خالص يورينيشن نهائي. بروجريسيف البومينوريا، يعني لو في يورينيشن هيبقى في عندنا البوم موجود في اليورين ديتكتبل، زي ما قلنا كان خلاص عندنا الصوديوم والبوتاسيوم والكلوريد، وكنا بنقيس الكلوريد كمان في اليورين عشان نشوف مستواه ان هو اقل من الطبيعي. ظهور كاست في اليورين اللي هي بيكونها الار بي سيز والفات والبروتين والواي بلاد سيلز كمان، وعندنا كمان هاي بلاد يوريا وكرياتينين. وتغييرات برضو على مستوى النظر اوفثالمولوجيك تشينجز موجوده في الفاندس على شكل ريتينوباثي واوبتيك نيورايتس. ده كده درس الفوميتنج اوف بريجننسي اند هايبر اميسيس جرافيدارم، اتمنى يكون كفى ووفى، وهو ده صيام لطيف مش تقيل. محاضرات النهارده محاضرات خفيفه، سواء الفوميتنج وذ بريجننسي او سواء الانتينيتال كير اند هاي ريسك بريجننسي، اعتقد سهل يتذكروا الاثنين في يوم واحد، واتمنى تكون الفيديوهات وضحت شويه امور فيهم وسهلت الدنيا اكتر. شكرا جزيلا والسلام عليكم.